أهلا بكم من جديد. شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل زواج سمو الشيخ خالد نجل سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي هذا اليوم في إطار تواصل جلالة الملك المفدى مع أبناء العائلة المالكة الكريمة. كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة وكبار المدعوين. وقدم جلالة الملك المفدى يده الله التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وإلى نجله سمو الشيخ خالد بهذا الزواج المبارك الميمون، وتمنيا جلالته لسمو الشيخ خالد حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد رفع سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تشريف جلالته حفل زواج سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وعلى تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.